أنا أحمد الدعور، 28 سنة، خلصت دراسة في كلية الهندسة المدنية، ولكن شغلي كله في الفن. سافرت على مصر في عام 2016 بعد مسيرة فنية يعني داخل غزة طويلة. زيارتي لمصر كانت لمدة 3 سنوات، عملت فيها أعمال فنية كثيرة، ما بين أعمال صوتية وما بين فيديو كليبات. حياتي مرتبطة بالفن يعني، وهذا الإشي اللي بحب أعمله واللي بعرف أعمله، وبتمنى من خلاله أوصل صوتي للناس وداخل وطننا وخارج وطننا، والكل يسمعني ويعرف مين أحمد. بحمد الله يعني بعتبر أني حققت في مسيرتي جزء كويس يعني مقارنة بالوضع عندنا في غزة والإمكانيات، ولكن طموح ما له حد أكيد يعني، بتمنى أوصل أكتر وأكتر، ومستمر في إنتاج أعمال شخصية لإلي يعني. عندي كتير تاريخ على اليوتيوب وأعمال وكليبات تقدروا تشوفوها. شغال حالياً في كذا عمل جديد، بحاول يعني أختار من كذا لهجة، عملت باللهجة المصرية، بجهز لشغلة باللهجة العراقية اللي أنا بحبها يعني وبحب أغنيها. اخترت أغنية باللهجة البدوية للفنان الأردني عمر العبد الله، طبعاً كل التحية والحب والاحترام له. من قلبي صحراء الأردن الشقيق، من عبق بلاد الشام، خرج لنا الشاعر الأردني ذو الحسب من قبيلة بني حسن، الشاعر حبيب الزيودي. حبيب الزيودي اعتاد أن يخرج بكلمات من وسط البادية الفلسطينية، وصف لنا حياة البدوي الأصيل، حياة البادية التي تشهد في كل رونقها معاني الجمال الحقيقية، معاني حب الوطن وحب الخيل والعشق السرمدي المبني على الغزل العفيف. كتب الشاعر حبيب الزيودي كلماته يقيس فيها ما بين الماضي الصحيق الذي يعاني من كبد البادية، وانتقل إلى الحاضر المؤلم، حاضر الفراق، ولا زلنا نسبح بجمال هذه الأغنية رغم انطلاقها من واقع عربي صحراوي، إلا أننا نشهد الربيع في كلماتها، كلمات تحدث بها شاعر عربي أصيل تحمل عنوان لا تتعذري، وبها كلمات لها معاني عميقة، هي كلمة مرت الأيام يتحدث بها عن جرح، رغم أن هذا الجرح الجرح العاطفي الذي امتزج بجرح الأمة العربية ومزجه بجرح العشق العربي الأصيل العفيف. قال موجه الرسالة لمعشوقته الأولى الأرض سلمى الكبيرة، ومعشوقته الأولى في زمن البادية، قال لها رغم أن جرحك يا معشوقتي قد جف ونشف، إلا أن جرحي، ويقصد هنا جرحي العربي، جرح قلبي لا زال طري حتى يومنا هذا. إنها الكلمات الحقيقية التي تعبر عن واقعنا العربي، واقع يمزج ما بين الغزل والسياسة، واقع يمزج ما بين الوفاء والإخلاص وما بين السياسة، واقع يمزج ما بين آهات العشق القديم التي تربط بشكل مزدوج
العلاقة ما بين الأرض والسماء الشامية وما بين الإنسان الشامية الأردنية والفلسطينية معا. لذلك حق لفلسطين أن تأخذ تلك الكلمات الممزوجة بعشق المرأة والأرض معا وتغني لا تتعذريني ومرت الأيام. الفن مصدر رزق، ويعني هو اللي يمكن بالنسبة لي لأحمد في غزة هو المصدر الرزق الوحيد اللي أنا قادر أمشي فيه أو قادر أعمل فيه. يعني بلدنا طبعاً خصوصاً إنه ما فيش مجال أو ما فيش فرص في بلدنا لوظيفة مثلاً ثابتة اللي تكون دخل ثابت ويكون الفن إلى جانبها هواية، مجرد هواية. والله على صعيد العزف أنا لسه بتعلم، يعني ما بقول عن حالي بعزف. دراستي في مصر في المعهد العالي للموسيقى العربية ساعدتني في التعرف على آلة العود. بشكل عام بحب الآلات الوترية، يعني منها البزق، صوته مميز جدا، آلة تركية استخدمتها في يعني كذا عمل من أعمالي قبل هيك. في التوزيع الموسيقي طلبت من الموزع إنه يدخل آلة البزق، صوتها مألوف وحلو ويعني بيعطي نزعة التراث هيك والأشياء القديمة الحلوة. كمان العود آلة حلوة وصعبة، يعني بتمنى إني أنا أوصل لمستوى إني أصير أعزف عود. هي موجودة عندي في البيت آلة العود، ويعني بحب الآلات الوترية بشكل عام. اشتغلت الأغاني الوطنية والتراثية والعاطفية، واليوم إن شاء الله يعني مع تلفزيون فلسطين جايكم في أغنية إن شاء الله تعجبكم. هي مش من كلمات وألحان لإلي، زي ما حكيت هي للفنان الأردني عمر العبدالله. أتمنى تسمعوها بالشكل اللي أنا قدمتها، وتابعوا معنا وخليكم عشان تسمعوها. علمي بها طفلة صغيرة مدللة، علمي بها طفلة صغيرة مدللة، واليوم جتني والعيون مكحلة. أنا لأرسل سبع جاها ورضيها لا واقول يا شبه الغزال الدللي. علمي بها تدرج عدور جدودها، واليوم جتني واستوى عن قودها. سبعه
الزعل بكرة يعود الصفا ويروح الزعل هو بكرة يعود الصفا ويروح الزعل ولا عمري سبعين أنا عندي أمل هو بكرة يعود الصفا ويروح الزعل ولا عمري سبعين ونغني سوا عتابه